هو استاذ احمد مدرس الشيخ عصام وتقريبا كان عنده حصه فاستعجل ونزل من البيت وخرج وهو جنوب، فراح ادى الحصه وصاحب يعني ابو الولد مثلا او ابو التلميذه او التلميذه اللي هو بيدي لهم الحصه دول اداله مصحف هديه. فطبعا هو بيدي له المصحف هديه، مسك المصحف وحطه على الترابيزه وتعمد يعني ان هو يعمل ان هو نسيه عشان ما يشيلوش برضه ويمشي بيه او يروح بيه، ورجع خده الاسبوع اللي فات. فبيقول هل عليا كفاره او شيء في ايه؟ في ان هو مسك المصحف وهو جنوب؟ لا، هي قضيه مس المصحف للجنوب فيها خلاف بين من يرى المنع لقوله تعالى لا يمس الا المطهرون، وبين من يرى الاجازه، ونحن نميل الى هذا الراي. نعم. لان لا يمس الا المطهرون مقصود بها النسخه التي في اللوح المحفوظ ومقصود بها الملائكه. نعم. والحديث الاصل في قول ان المسلم لا ينجس. ايوه. فهذا هو الارجح، واذا اخذه لا حرج. فطبعا مسألة ان في كفارة وكذا لا يوجد هذا الكلام اصلا يعني. تمام. هو عمل سواء حتى على مذهب من يحرم مس المصحف لغير المتوضئ او لغير تحريم مس المصحف للجنب لا كفارة اصلا في الحالتين. أيوه. مفيش كفارة. تمام. لكن في مسألة بقى يجوز ولا يجوز، الرأي الارجح انه يجوز مس المصحف للجنب والحائض، لا حرج في ذلك. هو ايضا كان الرأي طبعا يحرم. أيوه. ولكن الرأي الارجح الذي يجيز. تمام، جزاكم الله خيرا.